جهاز مدينة العبور عمل حملة لإزالة الإشغالات داخل شوارع المدينة لتسهيل حركة المواطنين واستعادة الواجهة الحضرية لمدينة العبور. خلينا نتابع هذا التقرير مع حضراتكم ونرجع مرة تانية. المستهدف ان تبدا الناس تحس بتوازن شرطه التعميم وجهاز التعميم. احنا النهارده بننفذ اكبر حمله لتنفيذ القانون وانفاذه بمساعده شرطه التعمير بقياده السيد المساعد لوزير لشرطه التعمير، موجودين حاليا في ارض احدى الكومباوندات بمدينه العبور، واللي قام بالمخالفه وتحدي الدوله في تنفيذ بعض المخالفات واللي احنا النهارده بنتصدى ليها. بننفذ حاليا 3 قرارات في المكان اللي احنا فيه، وان شاء الله هنتحرك منه بننفذ في الحي الاول وبعض الاحياء الاخرى. والله احنا طبعا دي حمله مكبره هتشمل العديد من الاحياء وهتبقى على مساحه حوالي تقريبا 15000 متر. احنا حاليا دلوقتي في الجولف بننفذ قرارات ازالات، طبعا دي قرارات طبعا الناس مخالفه، فطبعا استصدرنا لها قرار ازاله عشان نفرض هيبه الدوله، خدت بال حضرتك، وننفذ القانون عشان يبقى عبره لغيره بس. وهننتقل ان شاء الله، الحمله مكبره مستمره لمده اسبوع، هنتحرك فيها على الحي الاول، نتحرك على ترفيهي، وهنتحرك على تقريبا معظم اماكن المدينه. نستهدف تنفيذ حوالي مثلا 2000 قرار 5000 قرار، قدر الامكان ننفذ قرارات كتيره غلق وسحب وقرار ازاله. هنا في منطقه مسطحات خضراء هم انشأوا عليها خرسانيه، ماشي، وعملوا عليها مباني خرسانيه، فطلع قرار ازاله للازالات لكل المباني اللي هنا دي، كل اللي هي المخالفه. معايا حملة إزالة مستمرة لنهاية الأسبوع لكل القرارات المخالفة.